وبركاته، معكم أخوكم سلطان القحطاني من موقع تقريب الحدود. أقدم لكم اليوم عملية فتح صندوق للها أو الحاسب المحمول سوني فايو اس سيريس الإصدار الجديد اللي هو إصدار 2011. الحاسب المحمول صراحة مثير للاهتمام نظرا للمواصفات العالية جدا مقارنة بمقاس 13.3 إنش. الحاسب المحمول ولا أقول لكم خلوني أوريكم وش محتوياته ثم نتكلم على راحتنا. أي ينفع يا أخي، بعد الواحد يتكلم براحته. إيه هذا هو. طيب طبعا فتحنا المحتويات الخاصة فيه، طبعا زي ما تشوفون مجموعة من الصناديق الخاصة فيه، لذلك الأمر المعتاد في كل صندوق أو كل حاسب محمول وخاصة سلسلة فايو. طبعا راح تجد هنا عبارة عن صندوقين، واحد راح يعد المكملات التعليمات والآخر راح يوريك اللي هو كويك ستارت جايد اللي هو الخاص في مجموعة من الكتيبات اللي راح تعلمك عن كل شيء عن هذا الحاسب. سوري ضربنا الكاميرا. مش فيه طبعا مجموعة من السيديات. هذا هو الكتب اللي موجودة عندكم هنا تشوفونها. طبعا هذه السيديات الخاصة في الحاسب اللي راح تعلمك كل شيء فيه. طيب نحطها على جنب ونري وش اللي باقي. طبعا هنا الشواحن الخاصة فيه، عندك نوعين، عندك هذا النوع اللي تشوفه هنا وعندك هذا النوع الموجود هنا. يعني كلها ثلاثي، اختار اللي تبغاه. هذا الشاحن الخاص بسوني الفايو سوني او الفايو سوني سوني فايو. ومن ثم نجد اللي هو الحاسب المحمول اللي هو سوني فايو السيريس. ايش رايكم نرمي ذا الكرتون لانه ما عاد في شيء مهم. وهذا هو الحاسب اللي هو سوني فايو. راح افتح الحين، طبعا راح تلقى زي ما تشوف امامك تشيل تشوف الحاسب. هذا هو جدا صراحه انيق، مواد التصميم حقته جدا قويه، كلها مواد يعني من الاشياء المعتمه يعني اللي راح تبعدنا عن البصمات وهذه الامور كلها. طبعا بمجرد ما تفتح الحاسب، سبق اني كنت تفتحه قبل، لكن راح تجد هذه اللي هي طبقه الحمايه الخاصه في لوحه المفاتيح مثلا. طبعا بالنسبه للمواصفات الخاصه فيه صراحه معالج كور اي 7 سرعته 2.8، لكن باستخدام تقنيه انتل راح توصل السرعه نفسها الى 3.50 جيجا هرتز. خلوني اوريكم اللي هنا عشان تشوفون موجود. لاحظ هذه المواصفات الخاصة فيه، ويندوز 7 بروفيشنال ستار 64 بت، ذاكرة شوية 8 جيجا بايت، والوساطة التخزينية. هذا اللي عجبني الصراحة، ان الوساطة التخزينية 256 بدلا من الهارد ديسك، يعني سرعة عالية في نقل البيانات وهذا نقلها عن النظام. طبعا هنا اللي هو كرت الشاشة الـ AMD متصل ومنفصل، يعني ما اشترك ما بين كرت الشاشة الخاص بانتل HD 3000 وكرت الشاشة الخاص بالـ AMD عندك موجود هنا المنفصل، واللي يعني راح يعطيك قوة عالية في الأداء حتى في مالتي ميديا أو الوسائط. طبعا عندك هنا لوحة الفارة مساحة كبيرة مناسبة لها، وعندك اللي هو نظام البصمة الموجود ايضا، انه يبغى يعلمك الحاسب انه ايضا يدعم اللي هو محرك البلوراي. يعني عندك اشياء كثيرة في ذا الحاسب مو طبيعية الصراحة، قوية جدا في المواصفات. طبعا هنا راح تشوف ان الزر الخاص باللي فوق هنا بجانب زر الاخراج القرص، عندك الزر اللي راح يسمح لك بتحويل ما بين معالج رسوميات المتصل والمنفصل. طبعا انا حاطه على الوضعيه العاديه، لكن اذا حولتها على اليمين اللي من هنا راح يعني يعطيك القوه العاليه. هنا طبعا مجموعه من الخيارات الموجوده هنا في اللي هو اقلاع النظام عن طريق اذا حبيت تنتقل عن النظام توصل الانترنت بسكره يعني بشكل اسرع، عندك الضغط اللي هو على الويب من هنا، واللي هي لوحة مفاتيح. طبعا لوحة مفاتيح قابل للإضاءة كاملة. طيب الحاسب بالنظر إلى أو المنافذ الموجودة فيه، عندك منفذين USB وعندك منفذ واحد USB 3 وال HDMI ومنفذ ال VGA، وعندك اللي هنا منفذ الذاكرة الخارجية، وأيضا اللي هو منفذ آخر صراحة ماني متأكد منه وش هو، لكن أعتقد أنه للذاكرة. طيب
طبعا هنا اخيرا وليس اخرا اللي هو منفذ الخاص بالال اي ان اللي هو الشبكات الوثير النت، ولا عندك هنا اللي هو منفذ او خاص بالطاقه من جهه اخرى اللي هو ما في اي شيء للمنافذ، لكن عندك محرك الاقراص اللي هو دي في دي، وفي نفس الوقت اللي هو لي بلو راي. تصميم الحاسب من هنا خفيف الصراحه، مو بوزنه ثقيل، هذا اللي يعجبني الصراحه، يعني في كل شيء. ونسيت ما اقول لكم شيء، تعرفون هذا؟ اوكي، هذا خاص بالشريحه. انا اشير لكم شوي انه معقد. اوكي، هذا الشريحه، يعني تحط الشريحه وتستخدم الحاسب بدون ما تستخدم الكونكت ومن هذه الخرابيط كلها. شيء مبهر الصراحه في ذا الحاسب، انه يوفر لك كل شيء تبغاه في مقاس 13.3 انش. وعلى فكره هذه اشياء من الاشياء النادره اللي نجدها في حاسب محمول في مقاس هذا، بالعاده نلقى الاشياء المالتي ميديا القويه جدا في 17 انش او في 15 انش. لذلك صراحه انا عجبني الحاسب من اول نظره، فيقولون اول نظره ان الحب الحقيقي، يعني المهم. طيب اوكي، هذا هو عمليه فتح الصندوق واستكشاف للحاسب المحمول نفسه. ان شاء الله راح نسوي له اكيد مراجعه ونشوف وش شلون البطاريه والنظام البرامج اللي زودت فيه سوني في ذا الحاسب، كل هذا راح نشوفه ان شاء الله في المراجعه الكامله قريبه جدا ان شاء الله. كان معكم اخوكم سلطان القحطاني من موقع تقني بلا حدود. لا تنسون تسوون لنا اشتراك، يعني فيفرت شير لايك، يعني تدعمون القناه لان احنا نحبكم. يا يلا نشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف الف سلامه.